السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشاهدوا معنا الإخوان، هذا بقي الحمام العائد من مسابقة الموت، وهي مسابقة بالفاع ناحية قرب مدينة ماسة. والمسابقة اللي كانت كارثية وكارثية جدا، كما يسمونها بمسابقة الموت. وانتم الإخوان الحمام كيظهر عليه أثار ديال العياء كما كتشاهدوا معنا. وانتم الاخوه كما كتشوفوا واحد الحمامه هي على الله فين كانت. هانتم الاخوه نشوفوا كيف دايره، هاديك حلا بلا كريس ولا ما عرفت شنو داكشي اللي كاين، ولكن مسكين ضروري الذكر هذا باش يهبط، لان مسكين كان عليه بعض الحراره وبعد ويصوب. حمامة كل مجرتلة، هانتوما هدا كريسو، المهم منين رجعات هداك هو الرباح، لأن هي سلالة جيدة وجيدة جدا. شتي كيفاش كتشاهدو معانا، شرب من الغيس وشرب من لاكريس وكلو مجي خمر. دابا حنا غادي نديرو واحد الطريقة باش نعومو في هاد المويه هادي، لأن تا هو مسكين جاي عيان، باش نغسلو ليه بعدا هاد هاد لاكريس هدا وهاد الوسخة هدا لي فيه. معندنا كي نديرو ليه، نغسلو ليه وجهو ولا شنو نديرو، كلو مجي خمر. عندنا واحد شوية ديال الشامبون يمكن نديروه، الله إلا بغا يتحيد لينا هاد هاد لاكريس هدا. هدا بلاتي اريح، شوفوا على الله إلا بغا يتحيد هاد لاكريس هدا. واو 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 واو، واخا شوية ديال شوية ديال الشامبو لي درنا ليه قليل شوية. هانتوما الإخوان كيما كتشاهدو معانا، نبقاو ليه بعدا واحد شوية على ما يعود الى اصل ديالو. خمس كي نعذبناه، صبر معنا خويا، صبر معنا. شي اللي كاين كله مجي خمر وكله لاكريس وكله، صبر اوليدي صبر، عندنا ما نديرو لك. كما كتشاهدو معنا الإخوان، نعومو مسكين، راه بان ليا مجي خمر. الطريقه ديال الرجلين باش يحيد الماء، غادي نديرو دابا كراهي هو كل ناضي، غادي نحطو هنا على ما ينشف. عاد ندخلو الوفت كيما كتشاهدو معنا الإخوان، الحميمات لي بقاو الله يسخر، وكاين الحميمات خرين تا هما يلاه جاو. المسابقة هي راه ماشي سهلة، مسابقة يعني كارثية. هذا هو ما تبقى من الحمام، كاين شي حميمات حبسناهم على حساب هاد المسابقة. جاتنا معلومات بأن المسابقة غادي تدوز كارثية وكارثية جدا، خلينا شي بعض الحمام باش بعدا نربحو بعدا. كاين الحمام اللي لعب وكاين الحمام اللي جا من المسابقة،
اللي جا في اليوم الاول ديالو، واليوم راه دخلوا شي تقريبا شي 8 د الحمامات ومع التسعود، ولكن من بينهم هذيك الحمامه اللي شفتو معنا في الفيديو، وهادشي اللي كاين الاخوان. وكما كتشاهدوا معنا دائما لوفت ديال الابطال والطونديم بالعيد صلاح الدين، عندنا جمعيه ملتقى الابطال وتحت لواء عصبه الدار البيضاء الثقافيه. وكنشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو، وتحياتي لجميع الاصدقاء اللي كيتابعوا قناه ديال بالعيد ملتقي عبر اليوتيوب. ما عليكم ديروا ابونوا معنا وديروا جيم الصفحه وبارطاجيو الفيديو. واش اللي كاين اخوان، وتحيه لجميع الاخوان اللي ضاع لهم الحمام. اش غادي نقول لهم؟ نقول لهم بركه في راسكم وصافي. هادشي اللي كاين، والله يسخر الجميع، ما نطولش عليكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.